متحمسين بنات فقرة التنسيقات اليوم؟ دائماً أنا هاي أحلى فقرة أشوفها. أكيد من الفقرات الحلوة، وإن شاء الله متابعتنا العزيزات يحبون فقراتنا، فقرات التنسيق بالتحديد. فقراتنا اليوم راح نحكي عن تنسيق القميص. مثل ما أنتم شايفين أنا والبنات لابسين قمصان، كل واحدة طبعاً ستايل شكل، والقمصان أكيد ما نقدر نستغني عنهم، ودائما ما تبطل موضتها، دائما موجوده على مر السنين اكيد، وبكل المواسم يعني ممكن نلبسها بالشتاء بالصيف اكيد بتفاصيل وبتنسيقات مختلفه. راح ابلش بتنسيق بنات. تنسيقي كلش كلاسيكي مثل ما تشوفون وكشخه بنفس الوقت. طبعا اختاريت انه يكون القميص الابيض الكلاسيكي اللي هو ردن طويله وبمثل الكركش على طول القميص. هيك نوع من القمصان طبعا كلش تنسيقها سهل وبهواية طرق ممكن ننسقها. انا نسقته مثل ما تشوفون ويا ستره حمراء، الستره ايضا كلاسيكيه، اختاريت اللون الاحمر لانه حس الاحمر ويا الابيض يطلع كلش حلو الدمج بيناتهم. طبعا الستره الحمراء بيها هواية تفاصيل من ضمنها الازرار باللون الذهبي، ونسقتهم اكيد ويا بنطرون الخصر العالي اللي هو باللون الاسود، وايضا بتفاصيل اللي هو الازرار على منطقه الخصر حتى يعني اسوي تناسق بين الازرار هنا والازرار بالستره. اختاريت الاحمر والابيض والاسود لان احس هاي الالوان كلش حلوه سويه. طبعا اختاريت وياهم الحذاء الحذاء الكعب العالي اكيد، وايضا اختاريت انه يكون بين الاحمر والذهبي، وكملت الاطلاله اكيد بجنطه صغيره لانه هسه كلش موضه الجنطه الصغيره، بما انه الاطلاله كلاسيك وكشخه اختاريت انه تكون حجمها صغير وباللون الاسود. حلوه الاطلاله كلش حلوه الاطلاله مان، حلوه انه القميص عملي يعني تقدرين تلبسيه يكون رسمي اكثر، بس حلو انت نسقتيه بطريقه انه تقدرين تطلعين بيه اطلاله انيقه وراقيه بنفس الوقت. كلش حلو الجنطه والجاكيت، وحلو حتى اذا لبسناه اذا نريد مثلا نروح للشغل حلو انه تلبسيه ويا التنوره يكون ثلاث ارباع البنسل نسميها تكون الضيقه، حيطلع همينه كلش انيق. أنا همينة كلش حبيت الإطلالة، أنا أحب الأحمر والأسود مع الأبيض، كلش أشقي هذه الألوان وأحسه ستايل البحارة أكثر، حتى إذا كان مع نيفي كلش أحبه وأحسه ينطي رقي لأي إطلالة، فيعني هذه الألوان مع بعض أحسها جدا راقية، وأنت نسقتيها بطريقة كلش جميلة. وهذا الكشكش القميص الكشكش صدق عبر السنين ما تبقى الموتة، فقطعة جوكر هو، وحتى البليزر الأحمر أحسه من القطعة الجوكر اللي نقدر نلبسهم بأكثر من طريقة. صحيح قطعة الكلاسيك. شكرا. هسه ننتقل لاطلالتي اني، اطلالتي اني همين نسقت القميص مع تنوره هالمره، اني حبيت انه تكون اطلالتي بلون موحد، هسه مثل ما تعرفون بنات كلش دارجه موده الاطلالات بلون واحد، يعني قبل ما كنا نشوفها كثيرا ولكن هسه حتى الحذاء والجنطه لنسقهم يكونون بنفس اللون، اني نسقت توب وردي مع تنوره كلوش نوعا ما لف باللون الوردي، هم يجون ست مع بعض، ولكن حتى اذا ما كان عندنا اياهم كست نقدر احنا مثلا اذا عندنا قميص ابيض نلبسه ويا تنوره بيضاء راح يطلع كلش حلوه، اسود يعني على حسب، بس اطلاله اللون الواحد انا حبيت انه المونوكروم يكون ثيم لبستي لليوم، ونسقته مع جنطه باللون الاحمر، احنا قليلا نشوف دمج الالوان الاحمر مع اللون الفوشي، ولكن في السنين الاخيره قلنا نشوف هوايه هاللونين يستخدموهم ككلر بلوكينج او تضارب الالوان، لانه مع انه احنا ما نتخيلهم حلوين سويه، بس مين ينحطون مع بعض بتطلع الاطلاله حلوه وغريبه نوعا ما وكلش فريش. وحبيت انه انسقها بما انه اوريدي اكولونين قويين بالاطلاله، حبيت انه الحذاء يكون كلير شفاف ما بيه اي لون على مود تكمل الاطلاله وتكون انثويه اكثر. شنو رايكم؟ شاهد الاطلاله كلش حلوه فعلا، يعني اختاريتي اكثر شيء دارجين بهالفتره اللي هو القميص والاطلاله باللون الواحد، اطلالتك صيفيه بامتياز، اختاريتي اللون الزهري الحلو الصيفي وطبعا مناسب للبشرات الفاتحه للبشرات السمراء. القميص كلش حبيته مختلف عن قمصاننا انا وميسم، نوعا ما ردن كلوش وحبيت هاي الربطه مطي طابع الصيف وبنفس الوقت السبورت، بس انت نسقتيه ويا كعب علي فصارت الاطلاله كلش كشخه، لانه يعتبر اللونين المختلفه خصوصا الاحمر والوردي من اكثر انواع الترند او الموضه الجريئه، بس بنفس الوقت كسرتها بطريقه كلاسيك مثل ما عودتنا شهد، فالاطلاله كلش حلوه. كلش حلوه شهد، وهذه النوع من القمصان حتى اذا كنت رايحه على بحر اذا لبستيه ويا شورت لون ابيض او شورت جينز وحذاء رياضي حتطلع الاطلاله كلش حلوه، مثل ما نعرف همينه النظارات الكبيره باللون الابيض حتطلع كلش ترند، واللون الوردي خاصه البنات اللي يحبون التان حيبرز لون التان عندهم، فانت كلش حلو بارز لون البنات التان اللي عندك التان. فكلش حلوه الاطلاله والوانها صدق هيك فريش. شكرا.
اما اطلالتي البنات فاني يمكن دائما تشوفوني احب اختار الجينز، لانه كل ما نفتح الخزانه ونقول ما عندنا هدوم اسهل شيء هو ننسقه الجينز. لذلك حبيت انسق القميص هذا مع البنطلون الجينز. مثل ما تشوفون قميص كلاسيك عادي ابيض، اللي حبيته انه بحركه هذه النخلات اللي باللون الذهبي والاخضر، وطبعا هو يجي وياه تنوره بنفس ال يمكن شوي اذا نوخر شعرنا نشوف اكثر. أي كل شيء حلو حبيت. فاذا تلاحظون انه بلون اخضر فحبيت انسق ويا الفلير جينز الحذاء اللون الاخضر حتى ينطي شيء تاتش حلوه لللوك. الجينز طبعا مثل ما تشوفون كلش حلو هذا النوع من الجينز، انه يلبسوه قصيرات القامه لانه تقدرين تلبسين عليه كعب كلش عالي ما راح يبين، انه بس ينطيك طول. ولبست وياهم هذا الحزام الذهبي، حتكون اطلاله تعتبر انه كاجوال شيك. ونسقت وياها جنطه كلاسيك بلون الجوزي، وحبيت انه اختار عليها مثل هذا الشريط باللون الاخضر حتى هيك يبين اللوك فريش والوان يبين صيف. كلش حلو، انا كلش احب الفلير جينز. وعليش طالع كلش حلو؟ لان مثل ما ذكرتي هو ينطي طول، وانت لانك متوسطه الطول فمنطي جسمك شكل ممشوق كلش حلو. وحبيت انه انت كسرتي باللون الاخضر والقالب غالب. شكرا. كلش حلوه الاطلاله ميسم، اطلاله كلاسيكيه بس بنفس الوقت على الموضه، لانه قصه الجينز هسه كلش دارجه. ونفس الشيء القميص الكلاسيك، يعني التنسيقات كلها خلتها يظهر بطريقه كلش حديثه والموضه. حبيت شلون دمجتي لون الجنطه الجوزي ويا الجينز والابيض، كلش حلو الالوان سويه. وطبعا لون الاخضر كسر هم، لانه الاخضر ويا الجوزي يطلع كلش حلو، ولون الجينز ايضا. الاطلاله الوانها كلش حلوه وسليمه وبسيطه، ممكن اي احد يخاف من تناسق الالوان، يخاف انه يتجرأ يرتديها وهو مسيطر، يعني لان كلش حلوه ومتناسقه وسهله.